طالما كانت الواجبات المنزلية عبء ثقيل على كاهل التلاميذ عند عودتهم من يوم طويل قضوه في دراسة أو دراسة مناهج مختلفة ولساعات، ولهذا أصدر البرلمان الصيني قانونا يحد من الواجبات والفروض والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس على تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية وتعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى عليهم. خلف هذه الأبواب يعيش الطلاب حياتهم المدرسية التي تتسم بالكثير من الأنشطة والواجبات، بعضهم يفضلها وآخرون يشعرون بأنهم مجبورون على فعلها بحكم الواجب المحتوم الذي قد لا تصح من غيره عملية التعليم. هذه الواجبات ربما تكون عبئاً على الطلبة، خصوصاً فيما يتعلق بتلك التي تذهب معهم إلى المنزل أو أخرى يكلفون بها دون أن تكون لها علاقة كبيرة بما يجب أن يتعلمه الطلاب، حيث ربما يعود الأمر لتلك الدروس الزائدة التي قد يعتقد لوهلة أن كثرتها ربما تزيد من مهارات الطالب وتدفعه إلى مزيد من التفوق، ولكن الأمر ليس بهذه الدقة. ولعل ما فعلته الصين بقانونها الجديد الذي يحد من الواجبات والفروض الدراسية خارج أوقات التدريس قد يكون باباً يتجه من خلاله العالم إلى تقليل هذا الضغط عن الطلبة ليحبوا الدراسة أكثر، فالضغط نتيجته النفور، والنفور نتيجته ربما الفشل. طيب بعيداً عن الفشل سعود الخلف من المدرسة. سعود الخلف صبحك الله بالخير، تحل الواجبات كنت ولا ما تحل بصراحة؟ الله يصبحك بالنور، لو ما حلها ما كان شفتني واقف قدامك الحين في لا يعني ما أكيد وأنت موجود هناك كان واحد يحلها وياكل. هذا دليل أنه أنت عادل، أنت اللي كنت، أنت شكلك أنت عادل اللي والله ما تحل الواجبات. أنا كنت شاطر، مشاغب من الطراز الأول، كنت شاطر يا تعود اليوم أقول اللي أعرفه ولا أسكت؟ طيب خلينا 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 على أرض الواقع اليوم. طيب في السعودية هل هذا الأمر بالفعل صاير؟ هل هي عبء على التلاميذ هذه الواجبات المنزلية؟ شوف يعني احنا اخذنا استطلاع رأي لعدد من الطلاب والمعلمين وكانت الآراء مختلفة، انا ما راح اقول هذه الآراء، ولكن اسمح لي انه يكون معي الاستاذ احمد القحطاني وهو مدير مدرسة النهروان الثانوية بجدة حتى نتعرف عن هل هي كثيرة ام انها معقولة او اقل من المعقول. استاذ احمد، يعني الكثير يتحدث عن أنه هل هذه الواجبات التي تعطى للطلاب هي كثيرة متعبة بالنسبة لهم أم أنها معقولة؟ شرح كذا مختصر على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حقيقة بالنسبة للواجبات في المدارس لا تعتبر كثيرة، لأن هناك واجبات الآن يعني خاصة مع وجود المنصات التعليمية كمنصة مدرستي، فيوجد واجبات لجميع الطلاب، واجبات لطلاب معينين حسب مستوى الطالب وحسب ما يراه المعلم، أيضا هناك واجبات صفية وواجبات منزلية، كذلك فيه واجب منزلي خارج المنصة، يعني لابد أن يقوم الطالب بكتابته في الدفتر وإحضار هذا الواجب في اليوم التالي للمعلم، فهي لا تعتبر كثيرة لأن المواد تختلف، كل مادة كثافتها على المادة الأخرى وكمية الواجبات المطلوبة فيها. يعني معقولة أستاذ أحمد ولا أقل من المعقول؟ لا معقولة جدا. طيب جدا. خلينا نأخذ آراء الطلاب على السريع، نبدأ معك، هل أنت تشوف أنه كمية الواجبات اللي تعطى لكم كثيرة ولا أقل؟ كمية الواجبات معقولة جدا بالنسبة للمواد. طيب هل تفضل أنه أنت تحلها داخل المدرسة ولا في البيت؟ أفضل والله حقيقة أن تكون في حضورياً في المدرسة، لأن هذا يوصل المعلومة بشكل أفضل، بحيث إذا كان هناك أي استفسار مع المعلم مباشرة أحصل على الإجابة. يعني عليك، خلينا نشوف رأي ثاني، يعني عشان تكون عندنا عدد من الآراء بشكل عشوائي، نفس السؤال، هل الواجبات كثيرة ولا قليلة؟ معقولة. معقولة أكيد معقولة، ولا بس عشان ترضيهم؟
لا بشكل معقول. طيب الحل في البيت ولا في المدرسة أفضل؟ في المدرسة. ليش؟ بسبب إنه إذا ما عرفت إجابة ولا كذا تقدر تسأل السؤال، أما إذا كانت عن بعد وكذا ما تقدر تأخذ راحتك. ممتاز. نأخذ واحد ثاني نفس السؤال، هل الواجبات كثيرة عليكم؟ لا، معدلها طبيعي ومعقول. معقول. طب إيش الأفضل، تحلوها هنا ولا في البيت؟ أفضل إنه يكون الواجبات تنقسم قسمين، قسم يكون حضوري في المدرسة وقسم عن بعد في المنزل. ليش؟ بحيث إنه لو كان الواجب صعب تستطيع إنك تسأل المدرس في وقتها ويساعدك، أما لو كان الواجب سهل في المنزل يعني خلاص. ممتاز. حنأخذ الرابع والأخير نفس السؤال، كثيرة ولا قليلة؟ على حسب المادة، منها المواد اللي فيها صعوبة وكثيرة وتكون الواجبات سهلة، ومنها المادة اللي فيها واجبات قليلة لكنها صعبة، والعكس صحيح. طيب إيش الأفضل، في المدرسة تحلها ولا في البيت؟ أنا أفضل البيت صراحة. ليش؟ لأنه في وقت أقدر توفير وقت وفي توفير جهد، وأقدر في مساعدات العائلة وفي التواصل الاجتماعي. طب الوقت الفراغ، الوقت الفراغ اللي في البيت أنت حتكون بس في الـ في الـ في الـ في الأعمال الواجبية ولا نشاطات ومهارات؟ انتهيت من الواجبيات، من الأشياء الدراسية، نذهب للنشاطات. طيب ناخذ راحتنا. يعطيك العافيه. طبعا عادل ومروى يعني هذه اراء متفاوته في هذه المساله، هنالك من يرى بانها هي معقوله وهنالك من يرى انها كثيره والافضل حلها في المدرسه، وهناك من يرى حلها في البيت بشكل افضل. ان شاء الله يلغوها خالص ويخلصوا منها على الاخر. ما حيقدروا يلغوها يا مروى. خلوها في المدرسه، خلوها في المدرسه بيكون افضل. يعطيك العافيه الزميل سعود الخلف مرسل. اللي في المدرسه راحه للامهات هذه طبعا، انت مش عارف الماساه. دراسه ساعتين وحل واجبات نص ساعه، انا يوميا يعني بدرس ساعتين وبحل الواجبات بنص ساعه. هلا بالامتحانات حسب ماده الامتحان، مثلا مواد صعبه بدك اكثر من 5 ساعات، واجبات بدك ساعتين ثلاث زي هيك. في الواجبات أنا دراستي يعني بتكون دائما كل يوم 3 ساعات، في الامتحانات بتكون من 6 ساعات ل5 ساعات. حسب، إذا واجبات بقعد ساعة، أما امتحانات أو هيك ساعتين 4 ساعات، يعني تقريبا 3 ساعات بين كل واجب واجب. أنا هلا يعني أول ما أروح على البيت باخذ استراحة، بتغدى، بشوف الأهل، ببلش أحل واجبات، يعني تقريبا لو نجمع الوقت كله بيطلع 3 ساعات.